صباح الخير. كيفكم اليوم؟ طيب كيف أصبحتم؟ ناخذ انا وياكم حرفنا الجديد. طيب يا حلوين، بدي اسالكم ايش الحرف اللي اخذناه احنا الاسبوع الماضي؟ شو كان اسمه؟ ايش يا علي؟ زقفولي لعلي زقفه كثير حاميه. حرف الاس. حرف الاس. طيب مين فيكم يحكي لي كلمات بحرف الاس؟ ارفعوا ايديكم. لا لا، اللي بيرفع ايده صور. زوز. ممتاز. مين كمان؟ صاروخ. صاروخ. ممتاز. محمد. صبر. صبر. برافو. مين كمان؟ سلمى. صاروخ. ممتازة. صاروخ. غير الصاروخ. صبر. ممتازة. وليد، شوفي كلمة بحرف الاس. شوفي كلمة بحرف الاس يا وليد. صاروخ. صاروخ. بطل. مين يحكي لي كمان؟ تعليم. ايش في كلمة بحرف؟ ممتازة. سارة، ايش في كلمة بحرف الاس؟ صابون. صابون. ممتازة. مين كمان يحكي؟ تعريف. اليوم يا حلوين انا وياكم بدنا نتعرف على حرفنا الجديد. طبعا حرفنا الجديد بيشبه حرف الاس. بيشبه حرف مين يا وليد؟ حرف الاس. حرف الاس. ايوه. اليوم بدنا نتعرف على اخوه، بس قبل ما نتعرف على اخوه بدنا نفهم هو ليش بيشبه اخوه كتير. كان يا مكان في قديم الزمان، كان عنا احنا اخوان في عيلة واحدة. اخوان بيشو بأي عيلة؟ بعيلة واحدة. مش كل واحد فينا له اخوان. حرف الاس له اخو. حرف الاس له اخو. تمام. بس يا حرام هذا الاخو كتير مغلب ماما. شو ما تحكي له ماما هو ما بيسمع كلمتها وبيضل يشاغب وما يرد عليها. حكت له ما بيضل يحكي لماما؟ لا. فهو كان يلعب برا مع أصحابه. ماما حكت له لا تلعب هلا، هو ما رد عليها. فضل يلعب 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 برا. طيب لما لعب برا ايش صار فيه؟ وقع راسه على حجره. ايش يا جنان؟ وقع راسه على حجره. طيب بعد ما وقع راسه على الحجر اصحابه راحوا. وراحوا. طيب راحوا. بعد ما صار وقع على الحجر ايش صار براسه يا مسيح؟ فره. ايش؟ فره. ايش نفخ راسه؟ صار على راسه شو فيه؟ حبة. ايش صار؟ حبة كبيرة. ايوه. صار يصرخ وطلعت براسه حبة. طلعوا لانه بيغلب ماما. شو طلعت براسه؟ حبة كبيرة. ممتاز. تعالي. اسمي ضاد صوتي. اسمي ضاد صوتي. برافو عليكم. اذا حرفنا الجديد شو اسمه؟ ايش اسمه يا تالين؟ قد. ممتازين. برافو عليكم. طيب هلا انا وياكم بدنا نتعرف على شكل حرف القد وكيف بيجي. طلعوا على ايدي. شايفين هاي النقطه اللي انا ماسكها؟ شايفينها ولا مو شايفينها؟ شايفين. شو بنعمل؟ بنيجي بنطلع الجبل. يلا اطلعوا معي الجبل. اطلعوا معي. يلا نطلع الجبل وبننزل الجبل. بعدين منضل ماشيين على الشارع وبنعمل صحب. هلا يا حلوين بدي اسالكم عن حرف الاس وين بيكون موقعه بالكلمه، وانتم بدكم تجاوبوني. جاهزين؟ جاهزين. طلعوا على كنا نطلع على. يلا هذا حرف الاس وين موجود؟ ممتازين. طيب هات اللي مادت ايد واحده. طيب يلي مادت ايدتين. طيب يلي اخر الكلمة ومادت ايده وين بيكون؟ ممتازين. طيب ألعبكم تحدي. جاهزين؟ انا بدي احكي لكم اول الكلمة ولا اخر الكلمة ولا وسط الكلمة وانتو تعملولي الحركة. اوكي؟ اوكي حمودة؟ يلا اعملولي حرف الاض يلي بيكون في وسط الكلمة. وسط الكلمة. يا عيني يا عيني ما اشطرهم. اعملوا لي حرف الاض يلي بيكون باخر الكلمه.
آخر الكلمة. آخر الكلمة شو ماله؟ مغرور وشايف حاله وما برضاش يمسك بإيد حدا. إيش يا سيلا؟ وين قلت آخر الكلمة؟ يلا اعملي، ارفعي إيدك لفوق. ممتازة سيلا. طيب بس يا حرام، شو شايفين انتون؟ حرف الأد، إيش صار حرف الأد؟ أنا وليد. أنا وليد. يلا يا وليد اقرأ لي هذا. يا وليد يلا، إيش اسمه هذا الحرف؟ كسرة. أد كسرة؟ أد كسرة يا وليد. ضي ضي، ممتازة. فولي لوليد زقفة كتير حامية. مين كمان بده يطلع؟ باري. دائرة على حرف الأد في كلمة مريض. هيا، وين حرف الأد اللي أخذناه اليوم؟ ممتاز، حطي عليه دائرة. دائرة دائرة. كامل حرف الأد. لا الأد الأد، وين حرف الأد؟ أشيلي عليه. ممتازة، بس هذا حرف الأد. يا عيني بطلة. زقفولي لتالين زقفة كتير حامية. احكيلي حرف الأد وين موجود بالكلمة؟ أنا علي. آخر الكلمة شو ماله؟ متصل. إيش يا رسيل؟ زقفولي لرسيل زقفة كتير حامية. ممتازة. سارة بدها تحط لنا دائرة على حرف الأد. يلا يا سارة. يا محمد وين موجود؟ وين موجود؟ طيب هذا بأول الكلمة، بأول الكلمة موجود ولا بالنص ولا بالآخر؟ ممتاز يا محمد. يلا حط لي دائرة على حرف الأد. لا الحرف الأد لحاله لحاله. لحاله بس. ممتاز. أقولي لمحمد زقفولي. ممتازين بأول الكلمة. يلا حط دائرة على حرف الأد يا محمد. برافو يا علي، ممتاز. كسرة. يلا حطي دائرة عليه بس. يلا برافو عليك.